الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. لما يجب باب الأكل مما يليك عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر هو الرجل الأعلى، ابن عمر صحابي من صحابي من سبع سنين على نبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول مما بين يدي جليسه. مما بين يدي جليسه، مما بين يدي جليسه. حديث عجيب جدا. وعن أبي ذؤيب وعن عكراش بن ذؤيب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوان، قال ألوان، نعم، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت فإنه غير واحد. طيب، هنا هذه الحديث كلها ضعيفة، ويغني عنها حديث عن عمر بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذه أيضا أدب من أداب الطعام، يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا غريبة ولا شاردة ولا غريبة ولا شاردة إلا أتت بها. فمن أداب الطعام أن يأكل المرء مما يليه، إذا كان يأكل مع غيره، إذا كان الطعام الذي تصعى نوعا واحدا. يبقى عندنا شرطان: إذا يأكل مع قوم، وإذا كانت الأطعمة الطعام نوعا واحد، فيأكل مما يليه لا تزول يده. أما إذا قدم أصناف وهذه الأصناف مختلفة، يجوز أن يضع يده حيث الصنف المختلف. وهذا الذي حدث، ألوان من التمر مختلفة، فكانت تزول يد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحفة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن شرط أن يأكل مما يليه أن يكون الطعام واحد، شرط أن يأكل مما يليه أن يكون الطعام واحد صنف واحد، أن يكون الطعام صنفا واحدا، فيضع يده على هذا الصنف فقط. أما إذا كان متنوعا مختلفا كيف يصل إليه إلا أن يمد يده إليه. فإذا تنوعت الأطعمة فلا مانع من اختيار ما يرغب وصرف ما لا يرغب، ولا بأس أن يتجاوز يده ما يليه، لأن هذا هو حق له في هذا الطعام، هو وضع يكون حقا له في هذا الطعام. ويجب أدب الطعام أيضا ذلك. قال: يا غلام، سم الله وكل وكل بيمينك وكل مما يليه، ولأن هذا لا يضع لا يكون في صدر المرء شيء، لا يضع المرء في صدر شيء عندما يجد من يرف يده على الطعام فيأكله، فيجد أنه قد أفسد عليه طعامه، كما أن الإنسان نهى عن يوكل المرء بين تمرتين. وهذه كما عدها العلماء أن هذه من سوء العشرة وخدش المروءة وأيضا ترك الإحسان إلى الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح من فعل ذلك وأدب، أمر به القلب: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كما قلنا، إذا اختلفت الأصناف وجالت الأيدي فهذا على الجواز، وهذا أدب أيضا من أداب الطعام. نقف عنده ونسأل الله المغفرة، لأننا قد قصرنا معكم، لكن أتينا على آخر الأحاديث قبل هذا السؤال، وأن من الأدب أن يأكل مما يليه إلا إذا تنوعت على الصحفة الأطعمة، فله أن يزول بيده. وهذا أيضا كله حفاظا على صلاح ذات البين بين المسلمين. قاعدة مثبتة: سعة الشريعة ما تغلب شيئا إلا أتى به. أغلب السبل لحفظ الود بين المسلمين عدم التعدي على حق الآخرين، هذه فائدة ثالثة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.